وصلي وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من طائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى، حضر أمه ليلة مولده الشريف آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.